حنا اليوم مدينه افران تبارك الله معروفه بسويسرا المغرب. هي هذه المنطقه هذه بصراحه معروفه عالميا ماشي غير في المغرب، وهي كيجيو لها الناس من انحاء العالم. يعني الحمد لله حنا كاجونس دي فواياج كنظموا بعض الرحلات هنا الناس باش يكتشفوا هذه المنطقه. كنتمنى من الله الزوار ديال المغرب كامل يجيو لهذه المنطقه هذه ويكتشفوا الجمال ديالها ويساعدوا حتى في الترويج لهذه المنطقه. من هنا القدام ان شاء الله بغيناها تبقى عالميه وتبقى محافظه على الجمال ديالها. كنشكروا الناس ديال المنطقه حتى هما والناس العامل ديال المنطقه اللي عاطي هذه القيمه لهذه المدينه هذه. وتبارك الله عليكم وسنه سعيده لكم كاملين.